بس الخير عليكم، مش راكم؟ راكم كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة تاع نوتيلا بمقادير مضبوطة وتجي زين بنينة. كان طاتها لي خالدة، نقول لك يعطيك الصحة. راني جربتها وجاتني زين بنينة، عجبتني حبيت نديرها معاكم. نسحق هنا كاس حليب، كاس تاع الزيت، كاس تاع الكاكاو، وكاس سكر ناعم، وملعقة كبيرة تاع ليكسخي تاع البندق. عندي هنا تاع القرصة تاع الملح. هذه هي المكونات وتجي هايلة، حبيت نشاركها معاكم. نبدأ بسم الله. ندير الكاس تاع الحليب أولا، كاس كاكاو، الكاكاو يكون نوعية جيدة، يكون شباب، وعندي كاس سكر ناعم. ندير ملعقه كبيره تاع ليكسخي تاع البندق. ملاحظه، اذا عندكم البندق تقدروا تضيفوه، مهم راح يوه مليح، يكون محمص ومرحي، يزيد لكم في البنه، تجي بنينه. انا ما كانش عندي، ما درت، درت ليكسخي. ندير القرصه تاع الملح. راني بديت نخلط فيها بالبغاء، نفس الوقت راني نزيد في الزيت بالتدريج حتى نكملها كامل. نزيد بالعقل وراني نطلع فيها كيما نديرو المايونيز. تجي تبرق وتجي زين بنينه، قلت لكم جربوها اكيد تعجبكم. وسهله، راني كملت كامل هذيك الكميه. هنا راني طفيت عليه، شوفوا القوام كيفاش يجي، تكون عقدت وشوفوا تجي تبرق. نجيب هكذا بطاطا زجاج ونديرها، نحتفظوا فيها في علبة تاع زجاج. وراهي رايحة تزيد تشد روحها، خاطر انا دوك نديرها في الفريجيدير، وكي تجبدوها تكون زادت شدت روحها، تولي تماما مثل اللي نشريوها. ونخليها في الثلاجة ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. ما تنساوش لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اللي تعرفوهم، هكذا باش تشجعوني وتكبر القناة. وإن شاء الله إلى فيديو آخر إن شاء الله.